صباح الخير لكل المشاهدين اللي انضموا لرفقتنا مع ريليشن شيب كوتش جون خوري. اللقاء بجمعنا هلا ودائما مثل ما تعودتوا مع اسئله المشاهدات والمشاهدين اللي ما بتخلص. جون صباح الخير واهلا وسهلا فيك. جون نحن بنعرف انه دائما بنستفيد من خبرات غيرنا ومن الاشياء اللي بتصير، وخاصه لما تكون الاشياء متكرره وعن جد بتصير، ما بدي اقول شبه عامه على الكل، بس بالخطوط العريضة في اشياء عن جد فينا نستفيد من اغلاط غيرنا، فينا نستفيد من خبرة غيرنا، فينا نستفيد حتى من نجاحات غيرنا بالعلاقات. من هيك بنضل نقول انه عن جد نتعلم كثير من الاسئلة اللي بتوصل. مزبوط، وهذا دور الكوتش. الكوتش هو لما عم يعطي خبرة للناس، هالخبرة يا اما هو اكتسبها بتجاربه او قري عنا او درس عنا. فطبيعي أوكي. احنا بنهون على حالنا، بكون عندنا منتر بنهون على حالنا كثير الشغل. اليوم أول سؤال رح نطرحه من أسئلة المشاهدين والمشاهدات. بدأت علاقتي مع رجل وكان كتير منيح بالأول، ولكن فجأة تغير بدون سبب واضح. شو السبب وراء هذا التغيير المفاجئ؟ هيدي كتير بتصير بالعلاقات، خاصة بالبداية بيكون الشخص يعني عم بيعمل كتير مجهود. اللي صار انه هذا الشخص تعب يمثل، بالبداية كان عم يمثل او كان عم يفاجئ احلى نسخه عن حاله حتى يقدر يجذب هيدي الانسانه، او حتى بتصير بالعكس، حتى البنت كمان تفاجئ احلى نسخه عن حالها لتجذب الشاب. بس شخص ثاني ياخذ فور جرانتد ويرتاح انه خلص هالشخص صار معي، بخفف المجهود. او بس كون انا يخيب املي فيه، كون انا شايفه حدا كثير مهم او شايف انا حابب اشوفه، بس لما مع الوقت بصير تبين هالشخص حقيقته. الشخص اوكي منيح بس منه ما كنت بتخيله، بصير انا هون يا اما خفف تمثيل او بصير خفف مجهود. فاللي بتغير هالشخص بيرجع على طبيعته، فالطبيعه هي بنشوفها بعد فتره مش بالاول. قد ايه صحيحه هيدي الشغله؟ بتعرف هلا صار شيء هيك مع صديقه لإلي عن جد جون، امبارح هيك كمان كنا بقعده، ودائما هول الاحاديث وبيتذكروك وبيتذكروا انت شو بتقول، قديش حقيقي كل شيء بتقوله ودقيق ونابع من هول القصص اللي بتصير معنا كلنا. يعني ان كنا باول علاقه ولا باخر علاقه ولا بالعلاقه الحاليه كله بيتطبق، لانه هيك بس يكون واحد قاعد من برا وعم بشوف بتكون عن جد الحلول كثير موضوعيه والاجوبه كثير واضحه. مثل ما قلتي صح، لما يكون واحد من برا وعم بشوف غير اللي جوا، اللي جوا عواطفه هي بتاثر اكثر على قراراته وشو بده يتصرف، بينما اللي برا عم يكون عم بيحكي بس إذا بدك باي بوك أو حسب التجارب من دون عاطفة، مشان هيك بيقدر يعطيكي مظبوط شو حيصير أكثر. اكزاكتلي بدون عواطف. ثاني سؤال، عندما أفكر في اتخاذ القرار بالارتباط الأفضل إنه أسمع لعقلي أو لقلبي؟ هيدا كثير سؤال هيك بينسأل، على مش لازم أنا أشغل هيدا ولا هيدا. هو لازم نحن نشغل الاثنين، بس كل واحد وقته. اكيد. يعني انا ببدايه العلاقه بالبدايه بشغل قلبي. طبعا. حتى الاقي الشخص يكون انا هالشخص بيعجبني انجذب له. اتراكشن. مظبوط. يعني بدي احس هالشخص انا بدي اياه، بدي يكون معه، فعنده الصفات اللي انا بحبها يلي بتعجبني فيه، هون بتشغل قلبي. هلا تستمر بالعلاقه بشغل عقلي. يعني حتى اكون بعلاقه، حتى اتعرف على حدا اجباري قلبي بلا عقلي. تستمر القلب بضله موجود طول، بس هون بفوت العقل للاستمراريه. لانه okay. ليش؟ لانه انا ما فيي اكون مع شخص بس لانه عقلي قال لي كثير منيح، انه السي في تبعه بعقد، السي في كثير حلو، بس انا ما فيي اتحمل ضحكته، ما فيي اتحمل ريحته، ما فيي اتحمل كيف بيحكي مع غير عالم وكذا. ايه يعني في اشياء كثير بتزعجني، بس اوكي سي فيته بجنن. سي فيته هو بكون هذا ثاني خطوه. اول خطوه بدي اتقبله. اتراكشن. بدي انا انجذب له، بدي احس هالشخص بدي يكون معه. مش الحال القلب تقبله، هون بيجي دور العقل بعد فترة، عم نحكي بعد 3 أشهر. طب هيدا سؤال مني أنا، لما العقل يفوت على الخط بيروحوا العواطف، بتروح هيدا الكيمستري، بيروح هيدا الاتراكشن، من هيك بعدين بتخف الباسيون؟ لا، الاتراكشن لازم يضل، يعني الانجذاب لازم يضل، وهو أول فترة هي انجذاب بس، بتكون أول فترة انجذاب مش حب، انجذاب دغري من بعدها إذا بدك بيجي الغرام. انا مثلا بنبسط بالشخص، انه انا عم بحكي مع هذا الشخص، عرفت كيف؟ مبسوط بحبس انه فاجئ اصحابي، اظهر انا وياه الشخص هذا انبسط فيه، هذا بحياه غرام. هون نحن لازم نبلش نفوت احنا العقل. اوكي؟ بس الانجذاب الاعجاب المفروض يضلوا بكل العلاقه، باي لحظه بيروح فيها الاعجاب العلاقه بتروح، الحب بيروح، كل شيء بيروح،
على الجيب ما لازم يقف، بس لازم العقل ما يكون دغري من الاول، يكون بعد فتره صغيره فوت العقل ويكون له قرار بالاستمراريه. طب هلا لو شطحنا عن الاسئله بس لانه عم تحكي اشياء ما في ما علق وعقب عليها، بس ما هو بروح هذا الانجذاب يعني دائما؟ طيب ما بدل واحد عنده باتر فلايز؟ لا حدا سأل سؤال بعد شوي عن هالموضوع. عن جد؟ إيه بدك انا نسيت. ايه لانه قريتهم امبارح. ايه بدك جاوب عليه؟ رجعت الدفوار تبعيتي. إيه. خلينا ما زال هيك موجود هذا السؤال. شو بصير؟ الانجذاب بروح اذا بدك، او هول بدايه العلاقه الحلوه اللي احنا بنكون احنا عايشينها مع شخص، مع الوقت بتروح جمال العلاقه البدايه. ليش؟ لانه نحن بنبطل نعمل مجهود كان نعمله بالاول حتى هالشخص اللي عجب فينا، كمان نحن نكون عم نظبط نهتم بحالنا. واحد نوع العلاقه بالاول بتكون مختلفه، يعني انا بس كنت عم بحكي مع بنت باول علاقه، اول شو مع جمعتين شهر شهرين، ما بيجي بقعد بتحكم بحياتها ورايحه وين جايه منو هيدا ليش دقت لك ليش دق لك، ما بتحكم بحياتها ولا هي. هذا التحكم بصير بعد فتره بعدين. فاذا انا فيي ضلني مع الشخص اعطيه حريته، مش عم بتحكم فيه انه ما بحق لي بوقتها. اذا انا احكي من اول جمعه منو هيدا عم يحكي معك بلاش غالي بتقول لي حل عني. فجمال العلاقه بالاول انه في اهتمام في حريه في احترام في مجهود عم نعمله، هيدا مع الوقت بلش يخف. يعني بلش يخف بتبطل العلاقه عندها ذات الجمال عندها بالاول. سو نحن عنا واجب نكفي نستمر نستثمر بهيدا العلاقه ونستمر كانه هالشخص. انا اليوم اذا عم بحكي مع بنت اول جمعه اول 10 ايام ما بيجي بقول لها ليش لابسه هيك؟ ما بقول لها، اذا قلت لها ليش لابسه بتقول لي حل عني هيك انت. طيب ليش بعد 6 اشهر فيها ليش لابسه هيك؟ وبتنبسط هي باوقات. ايه اذا انا من الاساس ما حبيت هذا اللبس من الاساس ما تفوت. إذا هالشخص لبسه وكاركتيرها مش مثل ما أنت بدك، ما تفوت بالعلاقة بعد 6 شهور بلش تغيرها للبنت، لأنه ما حتقبل هي، متى تغيرت كرمالك رح تكون منزعجة. فهي المشكلة، نحن عم بلش عم نتصرف بغير طريقة بعدين، إذا ما نضلنا نتصرف كأنه نحن بعدنا بأول شهر العلاقة بتكون العلاقة على طول حلوة. أوكي، جود تو نو، هالقد هينة وهالقد صعبة بنفس الوقت. هي صعبة هي كثير صعبة تنفيذها. تخيل يكون عندك هالقد نفس طويل صعبة تنفيذها، بس إذا واحد بينتبه لها بتحسن كثير العلاقة. طبعاً. السؤال التالي كثير دقيق، هل يمكن ان تكون المراه السبب في تعرضها للتحرش من قبل الرجل؟ عن جد معقول يكون الحق على المراه؟ لكن في كثير اشخاص عم بيحكوا هلا بتسمعيها انه ايه يعني انه الحق على المراه وشو المراه عم تلبس فبتتصرف وهدول الاخبار. انا حاعطيك مثالين حتى اجاوب على هذا الموضوع. اكثر بلد بالعالم في تحرش احصائيا يعني هو مصر. اكثر بلد بالعالم. مصر إذا حدا تحرش صار في عملية تحرش بيدفع جزاء 10,000 لحد 10,000 جنيه وفيها حبس لحد 5 سنين. واو اوكي، وهيدا أكثر بلد في تحرش بالعالم. من مالتي رح تحكي بلد ثاني كمان بلد عربي هو الإمارات، وأنا عايش فيها وبعرف منيح الإمارات. الإمارات اللي بتدفع 10,000 درهم إذا حدا صار في تحرش وحبس ممكن يصير سنتين في حال كان تحرش جسدي يعني. بلبنان كان نحن في عندنا قوانين ذات الشيء، بس ليش في هول مثلين الفرق بين الامارات وبين مصر؟ مصر هي اكثر دوله فيها تحرش، الامارات هي من اقل الدول فيها تحرش. الفرق بين الاثنين انه هون القانون عم بيطبق. هون لا. بمصر القانون مش عم بيطبق، مشان هيك ليش؟ لانه العقليه سامحين انه بيعطوا الحق على المراه، بيعطوا انه ليش لابسه هيك؟ ليش عم تمشي هيك؟ اوكي؟ بينما بالامارات شو ما كانت لابسه ما حدا له معها. والدليل انه اللبس ما خصه بالتحرش. عندي كمان من دول من اول 5 دول فيها تحرش بالعالم هي باكستان. الباكستان مش محجبات، منقبات. منقبات. اوكي؟ بينما اذا بتروحي على النرويج، بتروحي على الدنمارك، بتروحي على دول اسكندنافيه اذا بدك او اوروبيه بتكون قاعده يعني قاعده بالصيفيه لابسه اللي بدها اياه بتلبسه، بتروح على البحر بالبيكيني ما حدا بيتحرش. ليش؟ لانه مش اللبس، هي عقليه. عقلية الذكر لما يكون مش الرجل، الذكر لما يكون الذكر عاطي لحاله الحق انه انا اشوف الانسان المرأة اوطى مني في عم فيها البدية. نظرتنا للمرأة عم بتكون مش نحن بعض الاشخاص اكيد نظرة للمرأة انه هي اقل من الرجل، صفى عم بحق له هو يعمل فيها اللي بده اياه. مثل لما اذا بدك ببعض العقائد انه انا بدي اجي فوت اقتل مجتمع بوطي له قيمته، لما وطي له قيمته صح
في عندك اشخاص بحطوهم يعني سوري على التعبير انه بصنفون كانهم حيوانات لهو يفوتوا بدون ما بقى عندهم مشكله، لما انا وطئ قيمه الشخص بصير في اعمل انتهك له حرمته، ففي مجتمعات عندنا عم بوطئ قيمه المراه عم بتصفي للذكر اهون هالشيء يعمله. فالمشكله هي كيف نحن عم ننظر للمراه والدوله كيف عم بتطبق قوانينها، ابدا مش المراه هي السبب، السبب هو المجتمع والدول. وكمان هيك خلينا نضيف شغله، هلا اكيد بعض الاشخاص بفكروا انه بالمنطق هي لو ما لابسه شيء مثير ما كان حدا بيتحشر فيها، بينما بنشوف كثير بعض الحالات محجبات عم بيتعرضوا للتحشر. اوكي، اذا بدنا نحكي نحن بالمجتمع اكثر شيء العربي اللي هو اكثريته هي شعب من الديانه الاسلاميه، بوصون انه غض البصر. شو ما انت شغلتك ما تطلع، انا بيجي بتطلع وبشد اخي ما تطلع 100% حجوب نظرك ما تطلع وبعدين ما في انا احط المشكله على المرأة اذا هو الزلمه عنده مرض نفسي. حالك شغله يوم في شباب شو ما كانت لابسه البنت في يشوف جزء من جسمها يعني مثير ويصير يتحرش. اصلا حتى بالافلام المصريه انا كانت كثير تضحكني، هلا كمان عم نكون عم نعلق كثير بس معلش هيك يكون اليوم عنا متسع من الوقت، كمان كنت غايب ست اسابيع انت جون. بمشاهد الاثاره بالافلام المصريه بكون كحلم مبين، صح؟ عم تمسح الارض وبتشوفه انه عم بيثار الرجل، بصير انا اقول انه مضبوط لانه 70% كحلا يا زلمه 70% من الشباب عنده فوت فتش 70%. هيدا موضوع ثاني لازم كمان. بس 70% عنده فوت فتش، هذا الشيء موجود بكثير يعني موجود كثير منتشر على فكره، حوالي 50% من الصبايا. فاليوم اذا انت حتى بدي غطي الاجر حتى الشاب ما يوصل حتى الشاب، المشكله مش بشو عم تلبس سامبل كالسات يا صبايا. المشكله بعقليتنا نحن، لما انا بدي اشوف حدا لابس لبس مثير مش معناتها عم بقول لي تعال تحلش فيي، هي حابه هي عم تلبس لها لجمالها، هو عم يعتقد انه عم تلبسك حتقول انا تعال تحلش فيي، وهذا الغلط. طيب هلا في كتاب Women are from Venus Men are from Mars، بس انا عن جد بحب اسال هذا السؤال اللي يعني استمديت او تذكرت هذا الكتاب، كيف تستمر العلاقه اذا كان تفكير الرجل بيختلف تماما عن تفكير المراه؟ عن جد هن من عالمين مختلفين، وهن بيقولوا وبيعترفوا انه مش معقول مثلا بيقولوا بيفكر مثل الرجال او مثل النسوان، انه يعني في ما في نفهم بعضنا انه عن جد from two different worlds، كيف بتضاين هالقد العلاقه؟ رح اقول لك كيف. رح اقول لك كيف، ما هو اللي احنا اذا كنا مختلفين عن بعضنا هذا الشيء بيكون كل حدا عنده دور، اذا كل واحد لاعب دوره صح بتكون عليها كثير منيحه. وهون بدي لك شغله، نحن مش مفروض احنا نفهم بعضنا، كمل بعضنا نتفهم بعضنا، نحن كاملين ما حدا ناقص، مفروض نتفهم بعضنا. شو الفرق؟ اني افهمك اني اعرف مزبوط انت شو عم يصير معك، وما في انا ما في اعرف انا اليوم انت شو عم بدور انت كصبيه بس تشوفي بيبي صغير بتعرف تغنجي نص ساعه ساعه، انا كشاب اكثر من انت ما في غنجو، ما في افهم ليه انت عم تعملي هيك، انت عندك الغريس الامومي عم تلعب دور هون، انا كرجل هالشغله ما عندي اياها، اذا انا عم بحضر ماتش باسكت ومحمص وعم كسر الدنيا، انت طلع في انه شو له عاز او فورمولا 1، بتحس انا كشاب عندي كومبيتيشن موجوده فيي بتخليني انا ركز، المرأة ما بتشوفها. انا بحب الافوان كمان ما راح فيك اوكي، فما راح احنا فينا نفهم بعضنا، بس فينا نتفهم بعضنا، نتفهم انه هالشخص شو عنده حاجات، شو عنده رغبات، لما انا افهم الشخص اتفهم الشخص الاخر ما عندي بقى مشكله، وعارف انه دوري مختلف عن دوره، مش هو مختلف عني، هو عنده دور وانا عندي دور مختلفين عن بعض، بس هول الدورين مع بعضهم عم بخلصكم على ناجحه لما كل واحد يلعب دوره صح، ما نلعب دور بعضنا ونتفهم الاختلافات. اوكي، سؤال كمان مهم، هل مزبوط انه نحن بنجذب مخاوفنا؟ وكيف فينا نتغلب على هذا الشيء؟ ودائما بنحس حالنا مع الشخص اللي نحن ما بدنا نكون معه. صح، نحن فكرة نجذب قانون الجذب، أنا هي بدي بطريقة كثير بس على السريع بفسرها، نحن مش إنه في شيء بنجذبه سحر، نحن بس نركز على شغلة بصير ننتبه لها، عرفتي كيف؟ بصير ننتبه لها أكثر. لما أنا ركز على السلبي بصير انتبه للسلبي، بصير السلبي يكون بحياتي. شو لازم أعمل أنا هون؟ مثلا إذا أنا اليوم تفصيل أنا مثلا ما بدي أعمل حادث، بدي أعمل حادث بصير أكثر حادث، بصير احتمال اعمل حادث اكبر. اذا قلت بدي اوصل بالسلامه، عم بركز على السلامه بصفي احتمال اوصل بالسلامه اكبر. كرمال هيك الناس اللي بيعملوا سكي
بتشوفي بيكون في حاطين لهم هيك العواميد طالعين، هن ما بيركزوا على العمود، بيركزوا على الطريق اللي بين العواميد حتى يقدروا يقطعوا مظبوط، اذا كان عمود حيفوت بعمود، فبركز على الطريق اللي هي بين العواميد. فكل ما هو شخص ركز على شيء سلبي بصير يشوفه اكثر، بصير ينتبه له، مشان هيك احنا بنركز على ايجابي. وانا هون مثلا في شغله بتقولها بالصلاه، احنا لما نكون عم نصلي نطلب شيء من الله نجرب يكون الصلاه ايجابي، يعني مثلا ما اقول له انه يا الله ما بدي فلس، بقول له يا الله بدي يكون معي مصاري، ما بدي فلس، عم ركز على التفليس. انه العقل الكلام اللي لازم نقوله هذا بالانا بيسمع الكلمه بتنقال. صح، العقل بيسمع الكلمه بياخذها وبركز على الكلمه مش على الجمله. انا ما بدي فلس، بقول له بدي طلع مصاري، ركز على المصاري، بصير انا اشوف اكثر المصاري قدامي، بصير اشوف المصاري ما اشوف التفليس. فانا الشيء اللي بحطه براسي واللي بحكيه لحالي هو اللي بصير اشوفه. سو انا ما لازم اقول انا ما في يكون مع حدا بخيل، انا ما في يكون مع حدا بخيل، انا بدي حدا كريم، بدي حدا يقدر، بدي حدا يقدر انا شو يقدر انت ويعطيني يكون كريم معي. ايه اذا قلت بخيل ركز على البخيل، بصير ما بيطلع لك الا بخيل، فتش على البخيل اذا بدك حتى اهرب منه، بس بصفي ما بقى بشوف غير بخلة. هي مثل احنا في مثل مخدوم، انه اذا انت على الطريق عد كم سياره حمراء فيه، بيعد لك اوكي في 50 سياره حمراء قطعوا مثلا بهالساعه، كم سياره صفر قبلك؟ ما بعرف، ما انتبهت، ليش؟ ركز على الاحمر. فذات الشيء لما ركز على حيلا فكره، اذا كانت سلبيه عم بشوف كل سلبي، اذا ركزت عليها على شيء ايجابي بشوف ايجابي. والأسوأ من هيك انه الفكره السلبيه اقوى بثلاث مرات من الفكره الايجابيه، وبتستحوذ على تفكيرنا دائما اكثر وعلى نهاراتنا، لانه بنخاف تنهكنا عن جد، لانه عقلنا الباطن اللي بده يحمينا من المخاوف بصير هو يركز اكثر على الاشياء السلبيه 100%. سؤال كثير 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 مهم، وبعتقد هلا خصوصا جيل الشباب، هلا بعرف نحن حضرتك مع الخبره اللي عندك اياها يمكن اكثر ثنائيات ان كانوا مجوزين او كابلز مع بعض بعمر شوي كبير بيحضروك، بس عن جد هيك في نسبة شباب هلا بأول علاقاتهم بعدهم ما كتير عندهم خبرة. هيدا السؤال بالتحديد بعتقد رح يستفيدوا كتير منه، هو وقت البوي فريند يطلب بريك ونحن ما يكون عنا خبرة ونعرف انه هاي البريك يعني بريك يعني بريك اب، باي بريك يعني بريك اب. انا هون بدي الناس يفهموا الفرق بين البريك وبين السبيس، يعني بين البريك هو بريك اب. اذا انا اليوم عبيت عم بحكي مع قالت انا بدي اخذ، او شاب قال انا بدي اخذ بريك لجمعه، او بنت بدي اخذ بريك لجمعه، انا كشخص بقول اوكي خذ البريك، خذه بعطيه البريك. اذا الشخص بعد يوم يومين قال لي ما قدرت قلت لك او قلت لك رجع لحياتي كثير منيح. اذا اخذ البريك وارتاح يعني انا المشكله، ارتاح مني. اذا اخذ البريك وارتاح انا المشكله، ساعتها لازم يكون في بريك اب هون. بينما السبيس هي بالعلاقه لازم ما نخلق بعضنا، يعني انا اليوم عم بحكي مع حدا لازم يكون عندي حياه معه هالشخص وعندي حياه لحالي طبعا، هيدا سبيس بس بعدني معه. بس البريك بيكون في شغل تاني، اما الشخص التاني خنقني بدي ارتاح منه، او بيكون عنده موال تاني بده يجرب يغني، عنده حدا تاني براسه بده يجرب معه، مش الحال بضل رايح، ما مش الحال بيرجع. بكل الاحوال لما بريك يتاخذ ويمشي حاله بريك اب دغري، سبيس ضروري بالعلاقه. فانتبهوا الفرق بين البريك از ان الارم بين بس ما يخلطوا. في ناس كثير بيخلطوا، بقول لك انا خدنا السبيس كثير مهمه بالعلاقه، حتى كل واحد يضل محافظ على طبيعته وعلى حياته وعلى اصحابه وعلى ايش بحبه. بس البريك اذا مشي حاله البريك اخذ وقت ويطيح الشخص علاقة انتهت. اوكي، هل لازم رد على ضغوطات من اصحاب واقارب لكون مع شخص انا مني بالاساس من جذبت له؟ اكيد لا. لا اكيد لا، لو هن شايفينه مناسب وانا لا يروح يحكي معه هن. لا لا، بالنهايه انا اليوم عم بحكي مع شخص، اذا بدي حتى اذا تجوزنا انا بدي اعيش 60 سنه باقيين من حياتي كل يوم الصبح عم بوعى من النوم شخص بوجهي. انا بدي نقي، انا حاتحمل، ما حدا بيتدخل باختيارنا للاشخاص. اليوم يمكن انا اهلنا نحن ناخذ رايهم، بس بضلوا راي ما ينفرض علينا. وهون في شغله كثير مهمه، انه الاهل بقول لك انه بيعرف اكثر منا اوكي، بس الاهل راي بناخذ رايهم نحن كمستشارين مش كيفرضوا علينا.
ولما انا اليوم اقول اكرم اباك وامك او اقول انا اليوم بر الوالدين، هذا بيعني ان انا ريحهم بحياتهم، ان انا اذا هن كبروا بالعمر ان انا امن لهم حياه كريمه، ان انا اهتم فيهم، مش معناتها يتدخلوا بحياتي، مش معناتها هن يقرروا لي حياتي. انا اللي عم لام حد هيدا الملك اليوم الصبح عم بروح على وجهي، انا اللي عم قضي كل عمري معه مش هن. ما حدا لازم يتدخل بخياراتنا للاشخاص. بقول لك ناخذ راي بعضنا اوكي، بس بيكون مجرد راي، اكثر من هيك مش لازم. شكرا كثير لك جون خوري، بنلتقى الاسبوع المقبل اكيد مع اسئله ومواضيع ثانيه بتهم الكتار. لكل المشاهدين اللي عم تابعونا، اللقاء الاخير مع زميلتي بلانش بعد البريك.